بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اتفرجت على ماتش الاهلي والمقاولين العرب الاخير، بس للاسف ما كانش معايا باقه نت لاني ما كنتش هنا في البيت، فما طلعتش اتكلمت عليه. بس الاهلي بشبابه قدموا مباراه جميله جدا، مباراه مميزه جدا. الاهلي سجل هدف في الدقيقه 92 والفار لغاه. شباب الاهلي بداوا ان هم يشربوا طريقه موسيماني بدا ياثر فعلا على شباب الاهلي. طريقه لعبه دفاعيه مع الشباب بيعتمد فيها على المرتدات والسرعات، موسيماني بيحب كده من ايام سان داونز. الازمه بقى ان بعد المباراه موسيماني طلع اتكلم في قضيه تجديده، وكلنا عارفين قضيه تجديد موسيماني الموضوع شائك. ازاي الموضوع شائك؟ ليه؟ موسيماني مدير فني بيقدم نتائج كويسه وبيقدم نتائج مميزه، جمهور الاهلي كان بيحلم بالتسعه، موسيماني جاب لنا التسعه والعشره. بس الازمه ان موسيماني مش بيقدم كره قدم، ودي ما بتعجبش الفنيين او ما بتعجبش اللجنه اللي هي مخصصه لاداره كره القدم بالنادي الاهلي، اللي مفترض انه يكون رئيسها كابتن محسن صالح. هو كابتن محسن صالح بتاع الفضائح بتاع ميدو والكلام ده. كابتن محسن صالح شايف ان موسيماني فنيا ما عندوش، وشايف ان موسيماني لازم نصبر عليه لما النتائج تبوظ منه نمشيه. انما دلوقتي الجمهور في بعض منه متمسك بموسيماني وشايف ان احنا نسيبه عشان بطولة افريقيا، وفي بعض تاني يقول لك لا احنا موسيماني بيعاني في الدوري بس سيبه في افريقيا لان احنا عايزين افريقيا اكتر من الدوري، وفي بعض تاني يقول لك لا الدوري اهم من افريقيا. احنا بقالنا فتره بنلعب كره سيئه مع موسيماني، بقالنا فتره شخصيه الاهلي بدات تروح. فده مؤثر على التجديد لموسيماني ليه؟ لان احنا كنا بنتكلم على مجلس اداره الاهلي من فتره طويله ان مجلس اداره الاهلي بيتعامل بالقطعه وبيتعامل بقوه السوشيال ميديا. السوشيال ميديا عايزك تجدد لموسيماني هتجدد لموسيماني، السوشيال ميديا مش عايزك تجدد لموسيماني انت مش هتجدد لموسيماني. بس الازمه بقى ان احنا واقفين في النص، اللي هو لا انت عارف تجدد لموسيماني والجمهور هيبقى راضي، ولا انت عارف تمشي موسيماني والجمهور هيبقى راضي، ولا حتى انت محظوظ وموسيماني جاي له عرض خليجي فالراجل هيروح الخليج. موسيماني ما عندوش عروض، موسيماني لو كان عنده عروض كان مشي، لان الطريقه اللي الاهلي بيتعامل بيها مع موسيماني طريقه غير احترافيه بالنسبه للمدير الفني. المدير الفني اللي بقاله 6 شهور بيتكلم معاك في التجديد، وانت بقالك 6 شهور بتمطوحه، اللي هو انت مش عارف تجدد له ولا تمشيه. لو جددت له هيبقوا راضيين ولا هيبقوا زعلانين؟ طب لو مشيته النظام هيبقى عامل ازاي؟ الاهلي ما بيحترمش موسيماني كمدير فني. الاهلي لو بيحترم موسيماني كمدير فني كان عطاله قرار واحد، انت مكمل معانا ولا لا. الراجل زهق، والراجل بصراحه من حقه يزهق. طريقه تعامل مسؤولين الاهلي معاه مش احترافيه بالنسبه لي كمدير فني. انا كمدير فني محتاج اكون عارف انا مكمل ولا لا، بحيث اكون هادي وحيث اتكلم على صفقات وحيث اتكلم على ماركاتو. انما انا دلوقتي قاعد تحت التقييم، اللي هو لو كسبت ماتش هنبدا نتكلم عن انت تمشي، ولو خسرت ماتش هنتكلم عن انت تمشي، ولو كسبت هنتكلم عن انت مكمل. اللي هو يا جماعه ايه التقييم الغريب ده؟ لا معلش، بس احنا عندنا لجنه كره مش عايزاك، وفي بعض الناس في مجلس الاداره مش عايزينك، وكابتن محمود الخطيب هو الوحيد اللي شايف ان استمرارك مع الاهلي هو الحل الوحيد. وبصراحه كابتن محمود الخطيب عنده حق، الراجل عامل نتائج كويس، الراجل مش عامل نتائج كراسيه قوي تخليك اللي هو تمشيه. احنا بنتكلم في انتقاد طرق اللعب، بنتكلم في انتقاده فنيا، بس الراجل ما توصلش لمرحله ان احنا نمشيه. فالكلام على التجديد دلوقتي هو بصراحه من حق موسيماني، واي حد يقول لك موسيماني بيضغط على الاهلي، موسيماني زهق. انت لو شغال في مكان وبقالك 6 شهور وشايف الراجل المدير بتاعك مش عارف هيتكمل معاه ولا مش هتكمل معاه، انت هتأدي ازاي في الشغل ده؟ يعني انت هتبقى عامل ازاي في الشغل ده وانت عارف ان انت كل يوم هتلاقي تقييم شكل، ولو حد معدي من بره يقول للمدير بتاعك ان انت فاشل هيمشيك، ولو حد تاني معدي من بره يقول له انك كويس هيقعدك. اللي بيحصل ده مش كوره، واللي بيحصل ده مش احتراف. عندك قوه تجادل لموسيماني، جادل لموسيماني. ما عندكش ما تعملهاش، ما تستناش ان هو يقع عشان تمشيه. وفي الاخر ما تخليش احمد شوبير يطلع يرمي لي شويه اخبار كده، اللي هو حسام غالي قعد معاه وقال له ما تتكلمش في حوار التجديد ده تاني. لو فعلا عامل معاه كده يبقى اداره الاهلي مش احترافيه، مش موسيماني هو اللي مش احترافي، لا انتوا اللي مش احترافيين، لان اللي بيحصل مع الراجل ده لا يمت للاحترافيه بصله. الراجل وصلنا لمرحله ان احنا قاعدين نتكلم معاه في التجديد بقى لنا 6 شهور، الراجل موافق، تقول لي لا اصل مراته عايزه تاخد عموله، اصل والله عايز شروط، اصل والله عايز. اللي هو انت عايز ايه بالظبط؟ عايز تجدد له ولا مش عايز تجدد له؟ ولا عايز تروح تقنع فيريرا ان هو يرجع من الاعتزال بتاع التدريب تاني؟ عايزين تعملوا ايه علشان نفهم ونرتاح؟ انما الكلام على ان موسيماني مجنون ومين اللي يضغط على الاهلي، لو اي حد مكان موسيماني هيعمل زي موسيماني ما بيعمل. وزي ما بقول لك من حظ الاهلي ان موسيماني ما عندوش عروض خليجيه، موسيماني لو كان عنده عرض خليجي كان فلق، بس هو مدير فني نحس الامانه ما بيلعبش كوره بقى. ودي من اكتر الاسباب اللي مخليه الاهلي مقلق من التجديد مع موسيماني. هي دي قصه موسيماني كلها، ان موسيماني قاعد تحت التقييم. لو عمل نتائج سيئه في بطوله كاس العالم للانديه وعمل نتائج سيئه في الدوري، موسيماني هيطير في اي وقت. وموسيماني لو عمل نتائج كويسه
في بطولة العالم وبطولة الدوري هيقعد، علشان كده الاعلام دايما بيتكلم على استمرار وبقاء موسيماني. ليه؟ لان اداره الاهلي هي اللي فاتحه مجال للكلام ده، اداره الاهلي هي اللي فاتحه مجال ان الناس كلها تبدا تتكلم على موسيماني هيقعد ولا هيمشي. في الاخر تقول لك ايه؟ اصل الاعلام عايز يوقع استقرار الفريق. لا، انت اللي موقع استقرار الفريق، اللي انت مش واخد قرار بخصوص المدير الفني بتاعك. الازمه مش في الاعلام، الازمه فيك انت كمجلس اداره. خد قرار وبعد كده شوف الاعلام هيسندك ولا مش هيسندك.